بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لأعزائي المشاهدين والمستمعين. نشرة مرور صباح يوم الأحد الموافق 16 يوليو العام 2023 يوم الأحد هو بداية العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل، خاصة تعزيز الخدمات إلى الميادين والمحاور الرئيسية المؤدية للوزارات الخدمية وكافة الهيئات المدنية التي يتردد عليها السادة المواطنين بعد أجازة نهاية الأسبوع. هذا بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المرورية على مناطق الأعمال وكذلك المناطق التجارية التي يتردد عليها المواطنين لشراء احتياجاتهم. هذا بالإضافة أيضا إلى التنسيق التام المستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمتابعة ارتفاع درجات الحرارة والتي تستمر خلال هذا الأسبوع والتي لا تصل إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد بالإحساس بارتفاع درجات الحرارة أكثر من ذلك. لذلك يجب التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة وأن السوائل بالسيارة صلاحة للاستعمال، بالإضافة أن الكاوتشوك يعمل بحالة جيدة وأن ضغط الهواء فيه مناسبة لسخونة الأسفلت، وذلك لمنع أي أعطال مرورية أو لا قدر الله حوادث مرورية، وتحديدا على الطرق السريعة خاصة الطرق الصحراوية والسير في مسافات طويلة. لذلك يفضل السير فيما بين المحافظات أن يكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر أو ليلا في الساعات المتأخرة، وذلك للهروب من ارتفاع شديد لدرجات الحرارة حتى لا تتأثر السيارات أثناء السير بحرارة الجو. أيضا في تعزيز بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات إدارات المرور ومحافظات القرى الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة الصحراوية والزراعية، وبمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وأيابا إلى المحافظات الأخرى وتحديدا المدن الساحلية لقضاء أجازة عيد الصيف. لذلك تم تعزيز كافة الطرق السريعة خلال فترة الصيف بمجموعات الدرجات البخارية وسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة المتحركة، وذلك لمتابعة الحالة المرورية والتزام قائدي السيارات بتعليمات وقواعد وأداب المرور، منع لأي كثافات أو تراكمات مرورية، وأيضا الحد من الحوادث المرورية. أبرز ما لدينا اليوم، تم إزالة كوبري العاشر في الاتجاهين بمنطقة مصر القديمة بهدف أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنفس الموقع. كذلك غلق منزل الطريق الدائري المؤدي لمناطق زهراء مصر القديمة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل مع إجراء تحولات مرورية بمناطق الأعمال وسط تواجد علامات إرشادية وعلامات تنظيمية بنفس الموقع لإرشاد قيادي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. الحملات المرورية مستمرة على كافة أنواع المخالفات لتحقيق انضباط المرور في الشارع المصري، بالإضافة إلى ضبط كافة السيارات التي تتجاوز السرعة المحددة سواء داخل المحافظات أو خارج المحافظات من خلال الرادارات الحديثة المنتشرة سواء داخل المحافظات في الميادين الهامة والطرق الرئيسية أو على الطرق السريعة بهدف الحد من الحوادث المرورية. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بنناشد السادة قيادي السيارات الالتزام بالقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله